مرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم نسولوا الناس. بمناسبه اليوم العالمي لمحاربه داء السيده خرجنا نسولوا المواطنين واش تقدر تعيش مع واحد فيه السيده في نفس البلاصه. نشاهدوا الاجابات ديالهم وحنا نراجع لكم. لا غتكون بعيد منه، غتكون بعيد منه، وين غتساعدو تو بالادويه ديالو وتساعدو باي حاجه اللي يكون ما غاديش تبقى تقول في مرض السيده هويا وغتبقى تخلعو ولا شي حاجه. خاصك نساعدوه، كنحاولوا نساعدوه فاش ما يبقاش في هذاك المرض ديالو ولا شي حاجه. ديما خصنا اي حاجه بغاها نساعدو بها. غادي يكون غادي يبغي عادي الناس ولا عادي شي واحد خصك ضروري تبعد منه، اينو غتساعدو فاش هو ما يبقاش يحس براسو بانه مريض بهذاك المرض السيده ولا شي حاجه. هادو اللي كنتمنى الله يكون الاخوان كلهم يكونوا مشاركين معنا في هذا الموقف هذا. اش كيشكل ديك الخطوره اللي كانت انه مرض مميت، ولا دابا انا اش كتعيش معاه، ولا بحال داء السكري مثلا، ولا مرض مزمن، تعيش مع الانسان في السيده غير الحوايج اللي غتجعلك انك تتعادى منه بحال الكونتاكت سيكسيال، ولا تستعمل المواد الحاده ديالو، داك الشيء اللي غتحتاط منه. اما هو كانسان غادي تعيش معاه، تعامل معاك باقي الناس الاخرين العاديين. مقدرش، لا ما نقدرش، جو بو با، باسكو كاينين شي حوايج كتنقل العدوى. نوض باغزومبل غير لا ماشينا غازية هذا محسن بها، هادي بوكو تشوز، هكا ما نقدرش. لا ما يمكنش، يعني إلا كانت فيه السيدة يعني غنرتكبو بزاف ديال الأمراض. يعني ما نستحملش أنا نعيش معاه في ذاك الدار. حيت لكانت ما مثلا هو في السيده شحال غنتكون فيها مرض، يعني غيكون تجنب الامراض. انا صراحه هذاك الشيء غير مرض، ولكن كنتمنى لكاع الناس يبعدوا من هذا الشيء صراحه. يعني ملي كتكون في هذه السيده، ملي كيمشي مع هذا وهذا وهذا، انا كي هذاك الشيء كيتجانس مع بعضياتهم. ممكن السيده راه عندها علاج ديالها، الا كان علاج مبكر، الا كان بنادم عالجو في الاول ما كاين حتى مشكل، ماشي شي مرض كيخلع ولا شي حاجه. هادي جدا مالو، ما كاين حتى مشكل. لنفرض انا مثلا واش ما نبغيش شي واحد يعيشني؟ لا بحال بحال، ما ماشي شي حاجه، حيت المرض عنده الدواء ديالو. الانسان الى عالجو مثلا بكري ما كاين حتى مشكل، بحال بحال نقدر نعيشو، ما كاين حتى مشكل. ما نقدرش نعيش مع واحد فيه السيده، حيت هو فهمتي يقدر يأذيك ولا شي حاجه، تكون تقدر هذاك المرض اللي فيه يقدر تكون فيك نتايا. ماشي السلام عليكم، على السلام، بحال تسلم عليه راه غادي تعادى. اه سلم عليه وعاد، لحقاش دير راسك حتى في بلاصتو، حتى ما تبغيش بنادم يهرب منك وتكون انت تكون بحالو صافي. ايه عادي نبقى نتعايش معاه، لحقاش الا درتي حتى بحالك تهرب منه وتحسو بحال فيه واحد النقص، خاص تعايش معاه عادي تحسو بحال انا طاري فيه والو وغتكملو حياتكم عادي. رجعنا لكم مره اخرى مشاهدينا. كما شفتوا كاين اراء ديال الناس كتختلف، حيت كاينين الناس كيقولوا بلي يقدروا يتعايشوا مع انسان فيه السيده، وكاينين اخرين كيقولوا بلي ما يقدروش يتعايشوا معهم حيت كيخافوا من العدوى. بهذا نكون قد وصلنا لنهايه برنامج كنسولو الناس، بقاو على خير.